التتمه يجب الاستنجاء من خارج على التتمه لباب الاستنجاء لباب النجاسه فاذا فيه بين مسائل الاستنجاء التتمه يجب الاستنجاء من خارج ملبس بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده تتمة يجب الاستنجاء الاستنجاء يعني السين والطاء والتاء للطلب هو من النجوي طلب النجوي هذا معنى الاستنجاء النجو يعني القطر فإذا وهو يطلب قطع النجاسة هذا معنى استنجاء من خارج الاستنجاء من أي شيء من خارج خرج هذا خارج هو ملبس أيضا لو لم يكن ملبسا لا يجب الاستنجاء مثلا خرج من دبره حجر جاف أو حبة جافة أو ريح خارج يعم العين والريح خرج منه ريح لم يلبس شيئا ف يعني لا يجب الاستنجاء مثلا لو خرج ريح ملبس مع خروج الريح خرجت رطوبة لبث يعني أليته يجب عليه الاستنجاء هكذا خارج لو كان ملبسا يجب الاستنجاء يجب الاستنجاء بأي شيء بماء بماء يتعلق بالاستنجاء لا يتعلق بملبس يجب الاستنجاء بماء ثم سيأتي مسألة الاستجمار نعم ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة عندما يستنجي بالماء هل يجب عليه تيقن زوال النجاسة؟ لا يجب عليه تيقن زوال النجاسة بل يعني يكفي فيه يعني في حصول الاستنجاء في أي شيء يكفي في سقوط طلب الاستنجاء أو في حصول الاستنجاء المشروعي ماذا يكفي؟ غلبة ظن زوال النجاسة يكفيها ولا يسن حينئذ شم يده لماذا يشم يده لتيقن زوال ريح النجاسة رائحة النجاسة وبهذا يتيقن زوال النجاسة لذلك لا يسن شم يده قال ولا يسن للرد يعني بعض الأئمة قالوا يسن شم يده ردا عليه قال لا يسن ثم وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في الطلاعي في شرج المقعدة هكذا ينبغي يعني يجب كلمة ينبغي يأتي للاستحباب وكذلك يأتي للوجوب هكذا وكذلك يأتي بمعنى الأفضل هكذا وإذا هنا ينبغي معناه يجب الوجوب هنا ليس السنة بل يجب الاسترخاء استرخاء معناه ماذا يقال يعني استرخاء المقعدة إلى الخارج بلغط نفسه يعني هواه هو لغط إلى الأسفل نعم سؤال كلمة ينبغي هذا ذكرتم يأتي بالاستعباد يعني هل هناك علامة أو أي قرينة تدل على الوجوب أو على الاستعباد عند الفقهاء أو عند من يستخدم هذه الكلمة هكذا يأتي لمعان فالعلماء قالوا هذا يحمل على النفل والاستحباب عند الاطلاق ثم أن ينظر يمكن لنا أن نعلم معنى ينبغي بالرجوع إلى عبارة سائر الأئمة مثلا إمام عبر بينبغي
فإذا شعريه لهذا الكتاب حينما يشرح هو يعبر بيجب فهكذا يمكن لنا إدراك معناه يعني كيف عبر في هذا المكان سائر الأئمة هل عبروا بالاستحباب أو بالوجوب لو عبروا بالوجوب واللزوم فهمنا أن معنا ينبغي الوجوب واللزوم لو عبروا بالاستحباب فهمنا أن معناه الاستحباب أو لو عبروا بالفضل فهمنا أن معناه الأفضل ينبغي يعني يفضله لو لم نجد هكذا شيئا فالذي قال الشراح أنه يحمل على النفل هناك مصنف تأليف اسمه رسالة التنبيه هذا التأليف لشيخ شيخي بيرانغوتي الكيفتي هكذا يقال هو من مليبار بيرانغوتي الكيفتي رحمه الله هو شيخ شيخي عالم كبير له مصنفات من بين مؤلفاته كتاب رسالة التنبيه هذا رسالة التنبيه له قسمان قسم في مصطلحات الفقهاء وقسم فيه تراجم الأئمة المذكورين في شرح المحلي الأئمة المذكورين تراجم الأئمة المذكورون في شرح المحلي كيف ذلك اسم هذه الرسالة؟ رسالة التنبيه هذا اسم الرسالة ممكن يوجد يعني في يوجد يعني بي دي اف يوجد لو فتش كذلك لبيان تراجم الأئمة المذكورين في كتابنا فتح المعين كتاب لبعض علماء مليبار اسمه المهمة في بيان الأئمة المهمة المهمة في بيان الأئمة هكذا كتب ألف في تراجم الأئمة المذكورين في فتح المعين فإذا فيه بين ما قلتان من البحوث المتعلقة بينبغي ذكره صاحب رسالة التنبيه فيها ينبغي الاسترخاء والاسترخاء يعني الدفع إلى الخارج اللغط إلى الأسفل فإذا هو يلغط مقعده بقوته إلى الأسفل هذا واجب لماذا؟ لئلا يبقى أثرها أثر النجاسة أين في طلاعي في شرج المقعدة شرج هو يعني مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق عليه الدبر هذا هو شرج وهذا المكان الشرج فيه طلاعي فيه ثنايا يعني هذا مكان منعطف هكذا شيئا شيئا فإذا لو لم يسترخي المقعدة إلى الأسفل لو لم يدفعه إلى الأسفل أثناء الاستنجاء وقت الاستنجاء يبقى شيء هناك من النجاسة فإذا لا يتم الاستنجاء الاستنجاء واجب فإذا هنا يعلم بقرينة أيضا يعني هذا الفعل لإتمام الواجب الاستنجاء واجب عندنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ذكر قاعدة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ذكرنا هذا في مسألة لا سنذكر يعني في ستر العورة سنذكر في ستر العورة كذلك سبق يعني حكم في باب الوضوء عند غسل الوجه مصنف قال عند غسل الوجه ذكر يعني حدود الوجه ثم بعد ذلك قال يجب أن يغسل شيئا مما يتحقق يعني وجوب غسل حدود الوجه تماما لذلك يجب يعني الإطالة قليلا حتى يتحقق انغسال تمام الوجه هناك أخذ بهذه القاعدة ما لا يجب الواجب يتم الواجب إلا به وهو واجب كذلك هنا هذا الاسترخاء لماذا لإتمام وجوب الاستنجاء لذلك هذا أيضا واجب ومن هكذا أيضا يمكن يعني من السياق ومن المسائل المتعلقة به أيضا يمكن إدراك معنى ينبغي نعم أو بثلاث مسحات
هذا تكون على قوله بماء، فإذا الاستنجاء بماء أو بثلاث مساحات، مسحة ثم مسحة ثم مسحة، هكذا ثلاث مساحات يكفي. أما ثلاثة أحجار ليس بواجب، يعني هذا حجر كبير له ثلاثة جوانب، فإذا هو استنجى بهذه الجوانب الثلاثة، مسح أولا بجانب ثم قلب الحجر، مسح بجانب ثاني ثم قلب مرة أخرى، مسح بالجانب الثالث، فهذا يكفي. لذلك قال ثلاث مسحات تعم المحلة، كل مسحة ينبغي أن تعم، أن تعم المحلة يعني محل النجاسة في كل مرة، العموم واجب. ثم هذه ثلاث مسحات له شرط مع التنقية، يعني المسحة بثلاث مسحات لو تنقى المحل يكفي، وإلا يجب عليه الزيادة، يعني أربعة أو خمسة أو عشر مسحات. فإذا لو تنقى المحل قبل الثلاثة أو بالثلاثة يكتفى بها، وإلا لا يكتفى بالثلاثة بل يجب عليه الزيادة. فإذا لو تنقى المحل بالمسحة الأولى لا يكتفى بها، على الأقل ثلاث واجب، سواء تنقى المحل نقى المحل قبل الثلاثة أو بالثالثة، الثلاثة على الأقل واجب. ثم مع تنقية بجامد، ثم هذه المسحات بأي شيء، ثلاث مسحات بجامد، بجامد يتعلق بالمسحات، بجامد قالعين، سواء كان حجرا أو غيره، أو يعني ورقة، أو يعني هذا قماش ثوب، أي شيء كان ينبغي أن يكون جامدا، ثم ينبغي أن يكون قالعا للنجاسة، يقلع النجاسة، يعني وهو يتشرب فيه رطوبة النجاسة، هذا معنى القلع. بالنسبة إلى البول، عندما يستنجي بالثوب أو يعني يستنجي بحجر أو يستنجي بورق، ينبغي أن يكون قاليا، يقلع يعني رطوبة البول، هكذا يشرب إلى داخله. ثم ينبغي جامد قاليا، هكذا هو ذكر قيدين، هناك قيود أخرى أيضا، ينبغي أن يكون طاهرا ثم غير محترم. فإذا الأوراق لكتب الشرع أو يعني أوراق المصحف أو أوراق مكتوبة فيه اسم معلم لا يجوز الاستنجاء بها، هكذا كذلك يعني ينبغي أن يكون طاهرا. فإذا جامدا طاهرا، فإذا هناك مناديل للاستنجاء في الحمامات المعاشرة، في زمننا يوجد يعني أوراق للاستنجاء، ينبغي أن يكون يمكن أن يكتفى بالاستنجاء به، متى؟ لو كان جامدا، يعني جامدا معناه جافا، ينبغي أن لا يكون رطبا. ثم مع ذلك ينبغي أن يكون طاهرا، معناه لم يستعمل فيه شيء مثل الكحول، لو كان مرطب هذا المنديل، لو كان مرطبا بشيء من الكحولات فهو متنجس، لا يكون طاهرا. فإذا لو لم يتيقن، يعني كما ذكرنا في القاعدة الماضية، نحكم عليه بأصالة الطهارة، لكن لو تيقن أن هذا مرطب يعني مطيب أو يعني مضاف إليه شيء من أنواع النجاسات فلا يكفي الاستنجاء به، بل لو استنجى به ثم يجب عليه الغسل بالماء واجبا. نعم، لإزالة عين النجاسة يكفي هذا، ثم الاستنجاء لا يتم به. فإذا ينبغي أن يكون طاهرا غير محترم. ثم ويندب لداخل الخلاء، هذا اكتفى بهذا القدر، يعني مسألة الاستنجاء. ثم يبين يعني آداب داخل الخلاء، يندب لداخل الخلاء، يعني بيت الخلاء،
ليس بيت الخلاء فقط بل كل مستقر هكذا كتب في التحفة داخل الخلاء كذلك داخل لكل مكان مستقر فيه قدر أي مكان كان أن يقدم يساره يدخل بتقديم الرجل اليسرى ثم ويمينه لانصرافه يعني أن يقدم يمينه رجله اليمنى لماذا؟ لانصرافه من هذا الخلاء عندما يخرج من الخلاء يقدم اليسرى عندما يدخل يقدم اليسرى فإذا يقدم عندما ينصرف يخرج من بيت الخلاء وأمثاله من كل مكان مستقدر يقدم رجله اليمنى عند الدخول يقدم رجله اليسرى بعكس المسجد وهذا ذكرنا بيت الخلاء ومعه ذكرنا كل مكان مستقدر أما لو كان المكان محترم يعكس عند دخول البيت أو عند دخول المسجد أو عند دخول الحجرة ماذا يفعل هو يقدم رجله اليمنى عند الخروج منها يقدم رجله اليسرى فإذا في تقديم اليسرى واليمنى ينظر إلى حالة المكان فقط إذا رجل خرج من بيته لماذا لحاجة مثلا هو يخرج لسفر الحج أو العمرة أو يعني هو يخرج عروسا أو هكذا يعني مقاصد حسنة لكن لا ينظر إلى ما يخرج إلى أي مكان أو إلى أي غرل يخرج بل ينظر أنه يخرج من البيت البيت أفضل من خارج البيت لذلك عندما يخرج من البيت يقدم رجله اليسرى فإذا هكذا عندما يخرج من بيته أو حجرته لا ينظر أن إلى أي أمر يخرج بل ينظر إلى المكان لأي حاجة كان عندما يخرج من حجرته وبيته يقدم الرجل اليسرى عندما يدخل يقدم الرجل اليمنى هناك آداب كثيرة للدخول والخروج من البيت وإلى البيت في هذه الأيام هناك يعني استعمال دواء مبيد البكتيريا مبيد يعني فيروس فيروز هكذا لكن في شريعتنا كما سيأتي ممكن أو كما سبق يندب الوضوء للخروج لخروج البيت يعني رجل لو خرج تجول ثم هو جاء ويدخل البيت أولا يتولى خارج البيت ويدخل كل مرة فإذا كم يعني محافظة الشريعة على صحة الأبدان هكذا ثم لو دخل هو يصلي ركعتين أول ما يدخل البيت هو يصلي ركعتين وكذلك عند الخروج إذن كلما يخرج من البيت لحاجة يصلي ركعتين ثم يخرج يعني هو متولي أن يخرج متولي أن يدخل ليس مجرد استعمال هذا الدواء مبيد الفيروزات في الكفين بل هو يتولى كلما يخرج وكلما يدخل متوليا ما شاء الله هذا هو سواء انتشر الفيروز خوف الفيروز أو لم يكن شيء من هذا ينبغي أن يكون متوليا كلما يخرج وكلما يدخل لو تأدب الناس بمثل هذه الآداب لا يكون فيروز ولا شيء آخر إن شاء الله لكن هذا كلها بسبب تخليل هذه الآداب يخل بالآداب كذلك نعم وينحي ما عليه معلم من قرآن واسم نبي وهو ينحي يعني وهو يبعد من جسده ما عليه معلم مثلا خاتم فيه اسم نبي أو يعني شيء من يعني الأذكار كذا كذا من النقوش أو يعني في جيبه
شيء مما يتبرك به من مكتوب آية الكرسي أو مكتوب الفاتحة هكذا في جيبه فإذا هو ينحي. نعم. معلم من قرآن واسم نبي وملك ولو مشتركا. وملك ذكر هناك معلم من قرآن اسم نبي ملك هكذا ذكر الثلاثة. لو كان صلحاء المؤمنين أيضا يعني ينحى مثلا هذا اسم الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعني أسماء هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي الإمام البخاري رحمهم الله تعالى لو كان شيء مكتوب أسماؤهم في جيبه فإذا يعني ينحى هذا من الآداب. ثم لو كان الاسم مشتركا مثلا عزيز أحمد إن قصد به معلق فإذا هذا اسم أحمد مشترك للنبي صلى الله عليه وسلم لرجل لكن بأي قصد كتب لو كان بقصد هذا المعلم ينحى فإلا ممكن هذا الرجل في جيبه البطاقة الشخصية مكتوب فيه اسمه أحمد فإذا يراد به اسم نفسه لم يراد به الاسم المعلم فلا بس لا يطلب أن ينحى. ويسكت حال خروج خارج هنا ذكر أن ينحي ما عليه معلم من قرآن واسم نبي وملك وصلحاء المؤمنين. نعم مرحبا. على أي حرف قال؟ مثلا محمد صلى الله عليه وسلم كتب بالحروف الإنجليزية كتب بالحروف الإنجليزية له تعليم لا حاجة إلى الحروف العربية. ثم هناك يعني مثلا لو كان منقوش خاتم منقوش بصورة مثلا صورة معلم مثلا يعني صورة الكعبة أو صورة الروضة الشريفة أو هكذا يعني أو يعني نقش بالنعل الشريف هذا القلنسوة ينقش بالنعل. العلماء ما رأيتوا ذكروا يعني عن هذا بحثوا عن هذا لكن أعتقد يعني يطلب تنحيته. لماذا؟ لو لم ينحى يعتبر الدخول به إذراء به واستهانة إهانة له يعتبر. مثلا هذه الصور يعني ينقش جدار المساجد جدار المساجد أو جدار البيوت ينقش بمثل هذه الصور. لو زين بمثل هذه الصور جدار حمام يعتبر هذا إذراء يعتبر إهانة لهذه الصور. فإذا بالنظر إلى هذا الأمر يعني يطلب أن ينحى هذا الذي أرى في رأيي في ظني هكذا يعني ما رأيت الأئمة تباحثه لكن عندما فكرت يعني لو لم ينحى يعتبر هذا إهانة له يعني الشرع لم يأمر بتعليم هذه الصور هذا صور أشياء ما يعني الشرع يعني ما وجدنا في الشرع أمر بتعليم الصور يعني تعليم صورة الكعبة أو تعليم صورة يعني الروضة الشريفة أو تعليم كذا وكذا وكذا بل تعليم لهذه الأسماء. نعم وكذلك للأشخاص للمصحف كذا كذا. وأما في هذا لو دخل بهذه النقوش الخلاء وهذا لم يؤمر بتعليمه ما أمور بعدم إذرائه وإهانته جانبان هناك. فإذا بالنظر إلى هذا الجانب ينبغي أن ينحى قبل الدخول هكذا رأينا. ثم هكذا أنا رأيت بعض الصالحين وهم يلبسون القلنسوة المنقوشة بالنعل عندما يدخلون الخلاء وهم ينحون هذه القلنسوة ثم يسترون الرأس بمنديل أو قلنسوة غير منقوشة بالنعل هكذا أنا رأيت بعض الصالحين. نعم
ثم يعني وهو يلبس هذه القلنسوة بسبب تعليم هذا النقش، وهو يتبرك به. كيف يتبرك به؟ في هذا التبرك يوجد أصالة التعليم، فإذا ينبغي ألا يفعل به ما لا يليق بهذا التعليم. ثم بعده ولو عن غير من غير ذكر النار لا ويسكت حال خروج خارج النار، عندما يخرج منه خارج يعني يخرج البول أو يخرج الغائط، عندئذ وقت خروج الخارج يسكت لا يتكلم. تكلم عدم التكلم يعني السكوت ولو عن غير ذكر، لا يتكلم بأي شيء، ولو في جوال مباشرة أو في جواله لا يكتب يعني لا يستغل بالكلام، بل يسكت تماما، لا يسكت لا ينطق بذكر ولا بغيره، هكذا بالعموم. وفي حال غير حال الخروج عن ذكر، فإذا حال الخروج يسكت تماما، وفي غير حال الخروج يعني انقطع لكن هو في داخل الخلاء، انقطع البول لا يخرج، كذلك انقطع الرؤوس، ثم بعد ذلك لم يستنجي ولم يخرج من بيت الخلاء، بل هو في داخل بيت الخلاء، هناك لا ينطق بالذكر بل يسكت عن الذكر، اما كلام دنيوي فلا باس. وفي حال غير حال الخروج عن ذكر، لكن الاولى يعني عن غيره ايضا يسكت عن غيره يعني. هناك اختير التحريم في القرآن، يعني لو كان ينطق بالقرآن يقرأ القرآن داخل الخلاء وهذا يحرم، هكذا اختير التحريم، لكن الراجع ليس بتحريم بل الكراهة، ويبعد ويستتر ولا يقضي حاجته، كذلك هو يبتعد لأجل قضاء الحاجة، يذهب حتى يستتر عن أعين الناس، فكذلك يبتعد حتى لا يجد الناس الرائحة الكريهة للخارج، وهكذا يبتعد للابتداء هكذا حاجتان، لئلا يصيب الناس الرائحة الكريهة، وكذلك ويستتر عن أعين الناس أيضا. فإذا في هذه الأيام ليس هناك ابتعاد بل الكنف يعني مبنية داخل البيوت، وهذا أيضا من السنة، لكن نعم السنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرزن البراز يعني يخرجن إلى الخارج في الليل من ليل إلى ليل، هكذا قبل اتخاذ الكنف في جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اتخذت الكنف يعني بيت الخلاء في جبار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في فناء بيته خارجا ما كان في داخله، وهذا لأجل يعني من جملة التزام النساء نظام الحجاب الشرعي، قلنا لا يخرجن كثيرا. فإذا باعتبار هذه المصلحة وهذا مشروع، يعني اتخاذ الكنف في داخل البيوت أيضا مشروع، لماذا؟ هذا النساء يستطيعن لو اتخذت الكنف في داخل البيوت ألا يخرجن من حدود جدر البيت، بل يقلين يستقررن في داخل البيوت حتى لا يحتجن للخروج لأجل قضاء الحاجة أيضا، لذلك هذا يمكن لنا، هو مطلوب وممدوح. فإذا لو لم يكن هكذا إمكانية وهو يبعد يعني ينظر بعيدا، ثم يستتر عن أعين الناس، ينبغي هناك يعني ستر، وألا يقلي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبح، ماء مباح يعني ليس مملوك له، وكذلك راكد يعني لا يجري، كان الماء جاريا فلا بأس.
لو كان الماء جاريا فلا بس. عندهم تسمعوا؟ لم يمت لا بس. جاءت مكالمة ثم ويسكت وعن في ماء مباح. في ماء مباح ثم ماء راكد لو كان جاريا فلا بس. ما لم يستبح لو كان هذا الماء المباح الراكد لو كان مستبحرا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. فإذا قيد بكونه ألا يقضي ترك قضاء الحاجة في ماء راكد لو لم يستبح. هكذا لم يقيد بكونه كثيرا، فإذا سواء كان قليلا أو كثيرا هذا لا يقضي. لو كان قلتين أو أكثر، لكن عند عدم الاستبحار لا يقضي هذا هو. استبحار بينا معناه يعني لو وقع فيه قذرة نجسة لا يكره التوضؤ والاستعمال، هذا معنى استبحار. ومتحدث غير مملوك لأحد، متحدث الناس، الناس يجلسون هناك يتحدثون يعني يحاورون فيما بينهم في هذا المكان أو قريب منه، فهذا كله لئلا يتأذى الناس بفعله وقضاء حاجته. والطريق كذلك لا يقضي حاجته في طريق، وقيل يحرم التغوط فيها، فهذا كله يعني كراهة على الراجح، لكن قيل في حق الطريق أن التغوط، أما البول ليس كذلك. التغوط يعني إلقاء الغائط حرام قيل، الراجح يكره. وتحت مسمر بملكه أو مملوك علم رضا مالكه وإلا حرم. تحت مسمر يعني الشجرة المثمرة، الثمر يعني ليس الفاكهة بل ما ينتفع به بالكل، أي شيء قال ما ينتفع به من ثمرة. ممكن يكون الانتفاع بورقه، هذه الشجرة ينتفع بأوراقه لا يكون له ثمر أصلا، وهذا أيضا داخل في قوله تحت مثمر. ثم كما ذكر ابن القاسم والكردي هكذا مثمر بملكه، هذا الشجر المثمر إما في ملكه أو في ملك رجل راضي مالكه، هذا في مملوك يعني أرل مملوك علم رضا مالكه، وإلا يعني هذا المثمر ليس في ملكه ولا في مملوك علم رضا مالكه يكون حراما. ثم هذا راجح. ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها، نعم. ويحرمان في غير المعدي، هذان حرامان، استقبال والاستدبار بالبول الغائط حرام في غير المعدي، يعني لو كان يعني مباشرة. وحيث لا ساترا، يعني هذا المكان لم يعد للبول والغائط أو يعني غير معد، لو كان ساتر فلا يحرمه. فإذا إما كان معدا فلا يحرم أصلا لو كان ساترا أو ليس ساتر، أو هذا مكان ليس معد بل فناء، فإذا لو كان ساتر لا يحرم وإلا يحرم. فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضرها، يعني هو يستقبلها هنا الاستقبال والاستدبار بفرجه يعني بقبله ودبره. أما لو استقبل بصدره وحول فرجه إلى مكان آخر ثم بال فلا يحرم، بخلاف عكسه يعني هو يستقبل بصدره إلى مكان آخر ليس إلى القبلة، بل حول فرجه وذكره إلى القبلة بال يحرم. هكذا يعني الاعتبار بالفرج، هذا خلاصة بيانه. ثم ولا يستاك ولا يبزق في بوله، لا يستاك يعني أثناء قضاء الحاجة ولا يستعمل السواك، وكذلك لا يبزق في بوله، في بوله كذلك في غايته، في غايته لا يبزق لا يخرج البساق، أو النخامة أيضا هكذا لا يخرج النخامة أيضا في بوله. ثم وأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث،
هذا بالنسبة إلى البساق، البساق أيضا مستقدر، والبول والغاية أيضا مستقدر. فإذا ما هي الحكمة؟ كلاهما مستقدران، لكن فهذا البساق مع كونه مستقدرا هو يخرج من فمه إما بالنظر إلى هذا، يعني كلاهما مستقدران بل يختلف نوعاهما إما هكذا، أو ممكن يكون هناك حكمة، لو اجتمع هذان يجري هناك عملية كيميائية تفسد صحة الرجل. هذا الله تعالى هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب، النبي صلى الله عليه وسلم هو علمنا هذه الآداب، نتأدب بهذه الآداب. ممكن يكون وراءها حكم كثيرة، من هذه الحكمة حسب فرضنا وتقديرنا ممكن يجري هناك عملية كيميائية عندما يجتمع هذا البساق والبول، يجري هناك ممكن يخرج منه غاز أو شيء يضر الجسد هكذا، ثم أو يلوث الجو هكذا احتمالا. هذا يعني البحث مفضل إلى أهل الكيمياء، وأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، نعم، والخروج يعني عند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني اللذى وعافاني. الخبث والخبائث، نعم، الخبث يعني رجال الشياطين، ذكور الشياطين، الخبائث يعني نساء الشياطين، فهذا المستقدرات هو مأوى الشياطين. فإذا لو دخل على الأقل يعني يأتي بالفكر مذموم في قلبه، هذا الشيطان، هذا مأوى الشيطان. ورد في فضل الأذان والإقامة، لو أذن هذا يفر الشيطان، يعني مد صوته، مدى صوته يبعد، ثم يرجع بعد الأذان يوسوس الإنسان. كذلك لو أقيم عندما يسمع الإقامة هو أيضا يفر ويبتعد، مدى صوته ثم يرجع ويأتي ويقول للمصلي اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يعني يوسوس في قلبه حتى يذكر في صلاته ما لا يذكر قبل. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن المسجد ليس مأوى الشياطين، المسجد ليس مأوى الشياطين، مع ذلك هو يفعل بالعبد بهذه الأفعال. فإذا لو دخل العبد في مأواه كيف يضر وكيف يوسوس؟ هذا ضرر الشيطان إما يكون ضررا جسديا أو روحيا، كما بين الإمام الرازي رحمه الله في بحث التعوذ، وبين في تفسير الرازي يعني التعوذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أي شر للشيطان يتعوذ، هذا شره ليس روحيا فقط بل جسديا أيضا، هذا يظهر من قوله تعالى حكاية أن أيوب عليه السلام مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب وعذاب، أيوب عليه السلام ابتلي بمرض في جسده، وعن هذا الضرر قال أيوب عليه السلام مسني الشيطان بنصب وعذاب. فإذا في إنشاء المرض الجسدي أيضا دخل للشيطان، لأجل ذلك هذا الذكر له يعني فوائد عليم، وراء هذا الذكر أسرار كثيرة. نعم، ثم أعوذ بك من الخبث والخبائث والخروج، عند الخروج هو يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني اللذى وعافاني، هذا نعمة عليمة، يعني إذهاب هذا العفاء، لو أمسك هذا الأذى في بطنه ماذا يكون من المضرات؟ لو لم يخرج البول عندما يدافع البول، أو يعني الغائط عندما يدافع الغائط، كم يكون ضررا؟ هذا بالبقاء وهو يجد ضررا، فكذلك البقاء يعني وقتا طويلا يضر الجسد،
لذلك قال الأئمة الطب النبوي إمساك البول والغاية يضر الجسد للإمام السيوطي رحمه الله كتاب يعني جيد ممتاز في الطب النبوي. هناك أئمة كثيرة كتبوا في الطب النبوي، مثلا هذا أبو نعيم الإصبهاني، كذلك الذهبي ابن القيم، أحسن ما وجدت يعني كتاب الإمام السيوطي رحمه الله الطب النبوي ذكر فيه هذا الإمساك يضر. فإذا لو لم يخرج هذا يكون يترتب عليه يعني أضرار كثيرة، لذلك هذا إذهاب نعمة أليمة، لذلك هو يحمد الله تعالى. لكن هذا يعني بعد الخروج، وقال يعني عند الخروج يقول، كذلك عند الدخول يقول، وكل هذا ينبغي أن يكون خارج بيت الخلاء. لماذا؟ ذكرنا سابقا أن يسكت عن الذكر متى؟ وقت خروج الخارج وغير وقت خروج الخارج في كليهما، يعني داخل بيت الخلاء لا يذكر أصلا. فإذا قبيل الدخول هو يذكر هذا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم بعيد الخروج بعد تمام الخروج هو يذكر غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وبعد الاستنجاء يذكر ماذا يقول؟ اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. وهذا أيضا بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء يعني بعد الخروج من بيت الخلاء أيضا، لئلا يذكر الله تعالى، لئلا ينطق بذكر داخل بيت الخلاء. وهذا أيضا في الخارج، كل هذه الأذكار في الخارج. نعم. ثم قال البغوي لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته، يعني هو استنجى من الغاية في الدبر، ثم بعد تمام بعد الاستنجاء يعني مطلق الاستنجاء الشامل لغسل الدبر هكذا، يعني تغوط ثم استنجى بعد تمام الاستنجاء هو يشك هل غسل ذكره، يعني هل استنجى بذكره او لا. فاذا هل يجب عليه اعادته؟ لا يجب اعادته، هكذا ذكر الامام البغوي رحمه الله. ممكن هذا الشيطان يوسوس ياتي بوسواس، فاذا هو يغسل ثم يغسل هكذا يبقى، لاجل ذلك لا يجب عليه الاعاده، يعني عندما يتيقن الاستنجاء هذا يفرل أن الاستنجاء تم بكل أمره وشأنه، هذا هو الفرل. أما لو لم يعني يذكر الاستنجاء أصلا فيجب الاستنجاء. لماذا؟ هذا النجاسة هو الأصل، خرج النجاسة هذا متيقن. فإذا هذا متى لا تلزمه إعادته لو تيقن الاستنجاء، لو لم يتيقن الاستنجاء يجب الاستنجاء، هذا مسألة أخرى. من الشرط الثاني والذي يلي الشرط الثالث، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، نقرأ الباقي غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلا وافرا فيه، واجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم ربنا عليك توكلنا، واليك انبنا، واليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا، ولوالدينا ولمشايخنا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين. اللهم ارفع هذا الوباء من العباد والبلاد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأصحاب. اللهم عافنا وأهلنا وأولادنا وذوينا وجميع المسلمين من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في جميع ما أعطيتنا،
وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك. نعم ان شاء الله نفس الموعد غدا ان شاء الله. جزاك الله خير. آمين. جزاكم الله خير. تقبل الله.